يعني كبير جدا. هذه كرة عالية أحمد خليل في المرمى، في المرمى لقد فعلها خليل وابتدأ التسجيل. النادي الأهلي يتقدم، النادي الأهلي يسجل على صوت الونان، على أنغام الونان. أحمد خليل يفعلها ويسجل في مرمى الفجيرة بهدف راسي. هكذا تأتي الكرة وهكذا تأتي المحاولة، الأسيست من أسامة والهدف يأتي من أحمد خليل. 1-0 للنادي الأهلي، التقدم يأتي نعم، وكأنها رسالة مبطنة، وكأنها رسالة موجهة إلى أبو بكر سانوغو. من يضع فرصا فإنه يستقبل في مرماه، يستقبل في مرماه. وأحمد خليل هو من يسجل وهو من يمنح التقدم للنادي الأهلي في الكرة والمحاولة الماضية عن اللزوم. خلاص ممكن، ممكن تكون أمور صعبة. السعادة، الله يا ولد يا نعيم، الجناح الطائر يسجل هدف طائر. الله على أسامة، الله على السعيدي. من يسعد أنصار الأهلي، من يسعد أنصار النادي الأهلي في الكرة؟ هذه فاتحة خير، وأول هدف يسجل أسامة، أول هدف لأسامة، أرسلها وأطلقها قوية في المرمى، في المرمى. ثاني أهداف النادي الأهلي، النادي الأهلي يتمكن من التسجيل ويسجل هدف ثاني إذن من خلاله. يمينيز إلى أحمد خليل، هجمة أهلاوية، أهلاوية، الله الله، غلطة الشاطر يا عمر، غلطة الشاطر يا أيوب. هدف أهلاوي أسهل من السهولة، أسهل من السهولة. هذا إيفرتون، ريبيرا يسجل، يسجل ثاني أهدافه، ثاني أهدافه في بطولة الدوري. شوف الكرة السهلة، أوه 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 أوه، على كرة، على كرة يعني الحقيقة بخطأ كبير جدا وسوء تقدير من حارس المرمى أيوب. غلطة الشاطر بهدف يا أيوب، غلطة الشاطر بهدف الثالث للأهلي. الأهلي ينهي الأمور، ينهي الأمور. خلاص هذا ريبيرو، هذا ريبيرو. يعني تخيل كنا نتحدث عن أسامة السعيدي، واليوم اللاعبين على فكرة سزيرة، وحتى الآن يعني الأمور لمصلحة العين بهدفين مقابل هدف. هذه خطيرة في المرمى، الأمير خيمينيز يأبى إلا أن يوقع على مراسم الانتصار، على مراسم الفوز، ويسجل بالتالي رابع الأهداف، رابع الأهداف. هو من سجل في الذهاب وها هو يعاود الكرة في الإياب. خيمينيز سجل الرابع، والأهلي يعود بنتيجة كبيرة، بنتيجة كبيرة. شوف ما فيها تسلل، هي غمزته، هي لمزته، هي كرات خيمينيز ما يضيع بعد ما أصبح رأس حربة. ها هو يسجل وها هو يهدي الرابع الآن للنادي الأهلي. ريبيرو بصناعة بأسيست، وخيمينيز بعد خروج خليل أصبح هو رأس الحربة الذي يستغل المركز والمنصب الجديد، ويسجل بالتالي الهدف الرابع. نعم هي فرحة البرنشمي، عودة النادي الأهلي حقيقة من